مع أول أصناف مقهى الصداقة، هذه يسمونها عندهم حفلة الشاي، مع شاي خاص فيهم، معجنات منوعة. أما هذه حفلة القهوة، فيها دلة قهوة وكب كيك، كنافة ولوتس ومعمول وكوكيز. طبعا كل الحلويات اللي تشوفونها هنا يسوونها داخل في المعمل عندهم، يعني كل شيء فرش، ما في شيء من برا. هذا السيزلينج براوني باللوتس، في منها عدة نكهات عندهم، بس من وين نبدأ الحين؟ هذه كرة الشوكولاتة البيضاء باللوتس. هاي دخل آيس كريم، فواكه وكندر وبسكوت اللوتس. أما هذا الحلا اللافة، كوكيز محشي نوتيلا وعليه آيس كريم. صراحة هالجبيل لا يفوتكم مقهى الصداقة، اللي بيحلي اللي يطلع على بالك تلقاه هنا. هذا وافل ريد فلفت النوتيلا. هذا الدينامو تشرمب، وهذه اللازانيا.